السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكفر اكتشف الترم الثاني برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي، ودي الحصة رقم 12. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مع بعض بنكمل شرح شابتر 3 أو الفصل الثالث Buying, Selling and Saving. Buying يعني الشراء، Selling البيع، and Saving الادخار. وده طبعا في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 67 أو صفحة 67، وهنبدأ النهاردة نشرح page 68 أو صفحة 68، وعنوانها Let's go shopping with Nadia. Let's go دعنا نذهب، shopping يعني لنتسوق، with Nadia with Nadia مع نادية، يلا نروح نشتري ونعمل عملية تسوق مع نادية. وهنا طبعا بيعلمنا ازاي ان احنا نقدر نحسب الكوستس او التكاليف او التكلفة الخاصة بالحاجات اللي احنا هنشتريها، الجودز اللي احنا عايزين نشتريها. وعايزين نفتكر يا اصحابي ان الكوست او التكلفة بتاعت اي جود احنا هنشتريها هي الاماونت اوف ماني needed to buy something، يعني كمية الفلوس amount of money needed اللي احنا بنحتاجها to buy something علشان نشتري حاجة من الحاجات لكي نشتري شيء ما. فطبعا دي الكوست، وطبعا الكوست بتبقى مكتوبة على الجودز او بتبقى متحددة في القائمة بتاعت الاسعار بتاعت السيرفيسز او الجودز في المكان اللي احنا بنشتري منه الحاجة. فلو احنا رايحين نشتري جود او بضاعة معينة، او احنا في مكان مثلا بيقدم سيرفيس او خدمة معينة، بيبقى طبعا مقابل الجود او السيرفيس دي حاجة اسمها الكوست او التكلفة، اللي هي الفلوس اللي احنا او كمية الفلوس اللي احنا هندفعها مقابل الجود او السيرفيس دي. فطبعا هنا بيقول لنا circle يعني ضع دائرة، the good that costs the most، حط دائرة حوالين البضاعة اللي بتكلف تكلفة اكتر، that costs the most اللي بتكلف تكلفة اكتر. draw ارسم a triangle يعني مثلث around the good حوالين البضاعة that costs the least يعني اللي بتكلف تكلفة اقل. choose اختار two goods بضاعتين to buy لتشتري. complete اكمل the sentences الجمل. فطبعا احنا اول حاجة بنعملها بنشوف الكوستس بتاعت كل جود من الجودز دي علشان نعرف الجودز اللي بتكوست ذا موست او بتكلف اكتر، والجودز اللي بتكوست ذا ليست اللي بتكلف اقل. فهنا في حاجة اسمها البرايس تاج اللي هو التيكت ده اللي مكتوب عليه البرايس او السعر، يعني كل جود من الجودز دي موجود عليها برايس تاج يعني اللي هو السعر بتاعها او التيكت بتاع السعر بتاعها يا اصحابي. زي ما احنا شايفين البريد هنا ب 5 باوندز، والهاني او العسل هنا ب 5 باوندز، والميديسن هنا ب 9 باوندز، والشيرت هنا او التيشيرت ده ب 11 باوندز، والبوك ده ب 7 باوندز، والبوك اوف مابس ده او الورلد اطلس ده ب 50 باوندز او ب 50 جنيه. فهنا عندنا 6 جودز، وكل جود موجود جنبها حاجة اسمها البرايس تاج او السعر بتاعها. فاحنا عايزين نشوف ايه الجودز اللي بتكلف اعلى تكلفة او costs the most. ايه يا اصحابي الجود اللي بتكلف اعلى تكلفة او تمنها اعلى سعر؟ شاطرين، الورلد اطلس ده او البوك اوف مابس ده، فهنعمل حواليه سيركل او دايرة علشان ده اللي بيكلفنا اعلى تكلفة او دي الجود ذات كوستس ذا موست او بتكلف تكلفة اكبر حاجة. فهنعمل هنا سيركل حوالين الورلد اطلس ده
وبكده نبقى عرفنا أعلى تكلفة. طب إيه أقل تكلفة يا أصحابي؟ طبعا عندنا هنا البريد ب5 pounds والهاني كمان ب5 pounds، يبقى هنعمل هنا تريانجل أو مثلث حوالين البريد، وهنعمل كمان تريانجل أو مثلث حوالين الهاني، وبكده احنا حددنا الجودز اللي بتكوست ذا ليست او اللي بتكلف اقل تكلفة. فاحنا كده حددنا اللي بيكلف اعلى تكلفة واللي بيكلف اقل تكلفة. طب هنا بيقول لك انت لو هتشتري من البضائع دي بضاعتين من البضائع هتشتري ايه؟ يعني مثلا لو انا اديتك فلوس وقلت لك عايز كام علشان تشتري حاجتين من الحاجات دي، انت هتشتري ايه؟ فانا مثلا لو حد قال لي انت تحب تشتري ايه من البضائع دي، مثلا هقول له مثلا ممكن اشتري الهاني او العسل، ممكن اشتري كمان مثلا البريد او الخبز، يبقى البريد والهاني. يبقى هنا I will buy، انا سوف اشتري the bread الخبز، I will buy انا سوف اشتري the honey العسل. يبقى هنا كده انا هشتري البريد والهاني. طب هنا بيقول لنا البريد it costs هو بيكلف كام؟ هو مكتوب على البرايس تاج اللي جنبه كام يا اصحابي؟ 5. يبقى هنكتب هنا 5 اللي هو 5 pounds يعني. طب والهاني بيكلف كام؟ it costs 5 pounds برضو، يبقى هنا 5 pounds وهنا 5 pounds. يبقى هنا البريد بيكلف 5 جنيهات او 5 pounds، والهاني بيكلف 5 pounds او 5 جنيهات. طب هنا المفروض عندنا mathematical problem او مسألة رياضية، احنا عايزين بقى نعرف احنا نحتاج كام علشان نقدر نشتري ال two goods دول او البضاعتين دي. فهنكتب هنا 5 او 5 plus 5 او 5 تاني equal كام؟ equal 10 pounds، يعني 10 جنيهات. ف I need يعني انا احتاج، والمفروض هكتب هنا في الريد سكوير ده او في المربع اللي اطاره احمر ده 10 pounds to buy these goods. يبقى انا I need يعني انا احتاج 10 pounds 10 جنيهات to buy these goods لاشتري هذه البضائع. ممكن حد تاني يا اصحابي يحتاج يشتري بضاعتين تانيين غير البضائع اللي انا اشتريتها دي، لان زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية. مثلا ممكن حد تاني يبقى عايز يشتري مثلا الميديسن والشيرت، ممكن حد تاني عايز يشتري البوك اوف مابس والبريد، ممكن حد تاني عايز يشتري الهاني والشيرت. فالاحتمالات ملهاش عدد، فكل واحد هيعرف هو محتاج يشتري ايه من البضائع دي، ويكتب اسم الجود اللي هيشتريها، ويكتب كمان الكوست بتاعتها او التكلفة بتاعتها اللي مكتوبة على البرايس تاج اللي موجود عليها. بعد كده هنجمع الكوستس بتاعت البضاعتين او التكلفة بتاعت البضاعتين، وهنكتب هنا تمن البضاعتين مجموعين على بعض. بعد كده هنقول I need اللي هي انا احتاج، وكمية الفلوس اللي احنا هنحتاجها او الاماونت اوف ماني اللي احنا هنحتاجها pounds to buy this goods او لنشتري هذه البضائع. ولازم يا اصحابي نبقى عارفين طبعا، نعرف ده من بابا وماما او من التيتشر بتاعنا في الكلاس روم، شكل ال 1 pound وال 10 pound وال 20 pound، ونبقى عارفين شكل كل عملة من العملات دي، ونبقى عارفين احنا لما نيجي نصرف الفلوس دي، يعني ال 5 pound هنحتاج مثلا اما ورقة واحدة بخمسة جنيهات او 5 pounds note او ورقة بخمسة جنيه، يا اما نحتاج خمس ورقات كل ورقة ب 1 pound او بجنيه واحد، وممكن كمان نحتاج ممكن كمان نستخدم الكوينز، وكل كوين بيساوي 1 pound. فلازم نبقى عارفين شكل العملات المختلفة، ونبقى عارفين اشكالها زي ما احنا شايفين قدامنا، ال 1 pound note الورقة اللي هي بجنيه، وال 1 pound coin الكوين او العملة المعدنية اللي هي بجنيه، وال 5 pound note او الورقة اللي هي بخمسة جنيهات، 10 pound note او الورقة اللي هي بعشر جنيهات، وال 20 pound note او الورقة اللي هي بعشرين جنيه. نبقى عارفين اشكال العملات الورقية دي،
والكوينز كمان، علشان خاطر لما نيجي نشتري بعد كده اي جود من الجودز نبقى عارفين احنا هندفع الفلوس ازاي، ولو لينا باقي هناخد باقي ولا لا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 69 او صفحة 69 وعنوانها Practice Shopping. Practice يعني ان احنا نتدرب على شيء معين، ان احنا نعمل Practice على شيء معين، ان احنا نعمل تدريب على الشوبينج او على التسوق. فانا بيقول لنا نعمل عملية تدريب او نعمل عملية Practice، نتدرب على الشوبينج او على التسوق. فبيقول لنا هنا cut out يعني قص، each personal hygiene tool، each كل personal hygiene tool أداة من أدوات النظافة الشخصية، use the goods استخدم البضائع اللي في الصور دي، to role play علشان نعمل role play، نعمل عملية تمثيل، عملية تمثيلية بيننا وبين بعض أو مسرحية صغيرة يعني shopping عملية التسوق. فإحنا المفروض هنا أصحابي لو إحنا في الكلاس روم وقاعدين بنعمل الرول بلاي دي، التيتشر أو المستر بتاعنا هيخرجنا أو المس بتاعتنا هتخرجنا، وهتخلينا اتنين مجموعات، كل مجموعة مكونة من اتنين، واحد فينا هيبقى اسمه السيلر أو الوركر. السيلر البائع أو الوركر اللي هو في المكان بتاع البيع بتاع الهايجين تولز دي، أو مثلا يكون في الفارماسي يعني، وحد تاني اللي هو الطالب التاني او الستيودنت التاني هيبقى اسمه الشوبر او المشتري. شوبر يعني مشتري، وووركر عامل او سيلر بائع زي ما تحبوا تسموها عادي. ونبقى عارفين ان احنا نعمل حاجة اسمها رول بلاي، وممكن كمان الرول بلاي دي نبدل فيها ادوارنا بعد كده. يعني انا مرة اعمل الوركر او العامل اللي بيبيع، وممكن كمان تاني مرة بعد ما نخلص الرول بلاي الاولانية اعمل نفسي الشوبر او المشتري، بحيث ان انا اتدرب على الدورين بشكل سليم. علشان كده بنسميها practice يعني تدريب. فهنا اول حاجة الوركر، لما تيجوا اصحابي تدخلوا السوبر ماركت او الفارماسي مع بابا وماما علشان تشتروا بعض الحاجات، منها طبعا ادوات العناية الشخصية او البيرسونال هايجين تولز اللي هي الادوات بتاعة العناية الشخصية، فطبعا ممكن بابا او ماما يسألوا الوركر او البائع او العامل اللي موجود في المكان على مكان البضاعة. بس هو في الطبيعي ان هو اول حاجة بيسألهم بيقول لهم انا ممكن اساعدكم ازاي، ممكن اساعدكم ازاي. فهنا هنعمل المحادثة، انا هكتب لكم الكلام اللي هيتقال وهقوله لكم علشان تتخيلوه، ولو حابين تتدربوا عليه مع بابا وماما او تتدربوا عليه في الكلاس روم مع اصحابكم يبقى الموضوع سهل عليكم. فاول حاجة الوركر او السيلر هيقول Can I help you يعني هل يمكنني مساعدتك، يعني هل اقدر ان انا اساعدك. Can I help you هل يمكنني مساعدتك، هل استطيع مساعدتك. فطبعا الشوبر او المشتري اللي هو انت وبعك بابا او ماما هتقول له مثلا Do you have any ايه بقى، يعني هل لديكم any. مثلا لو احنا نشتري من الجودز دي مثلا التوث براش او فرشة الاسنان، فهنسأله ونقول له Do you have any toothbrush هل لديكم اي فرشاة اسنان، عندكم فرش اسنان هنا. Do you have any toothbrush فهو هيقول لنا مثلا، او ممكن نقول له حاجة تانية، او ممكن نقول له I am looking for toothbrush انا ببحث عن فرشة اسنان. فممكن اقول له Do you have any toothbrush انتوا عندكم اي فرشاة اسنان، او I am looking for toothbrush يعني انا ابحث عن فرشاة اسنان. looking for يعني ابحث عن، toothbrush يعني فرشاة اسنان. فهو طبعا الworker او السيلر هيقول لنا yes يعني نعم، let me show you where to find toothbrush. let me show you دعني أريك where to find أين تجد toothbrush فرشة أسنان
وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا، هو المفروض هيقول لنا كده وهيودينا بقى المكان او هيشاور لنا على المكان اللي فيه التوث براش الموجودة عندهم. فهيقول مرة تانية yes نعم let me show you where to find tooth brush. نعم عندنا طبعا، يعني خليني اوريك. let me show you دعني اريك. where to find tooth brush، اين تجد التوث براش او فرشة الاسنان. فالشوبر اللي هو انت او بابا وماما هيقول مثلا how much does it cost، how much يعني كم ثمنها، does it cost كم تكلفني من الثمن، تكلفتها كام، ثمنها كام. how much does it cost ده السؤال اللي بنسأل بيه عن سعر الحاجات، كم ثمنها، كم تكلف من المال. how much does it cost، كم ثمنها. فطبعا هو هيقول لي it costs زي ما هنا في البيج هنا مكتوب 17 pounds، فهو هيقول لي مثلا it costs 17 pounds، it costs 17 pounds يعني هي تمنها او تكلفتها 17 جنيه 17 pounds. فهو هيقول لي it costs 17 pounds. لو احنا بنسأل عن بضاعة تانية او الرول بلاي انا بسأل فيها عن جود تانية من الجودز المختلفة اللي موجودة في الصورة هنا، هنقول سعرها طبعا. فمرة تانية هو هيقول لي it costs هي تكلفتها التمن بتاعها اللي هو مكتوب مثلا في البيج هنا 17 pounds 17 جنيه. فالشوبر او المشتري هيقول له I will take مثلا 1، I will take 2 ليا والابني مثلا او ليا والبنتي. هيقول له انا هاخد واحدة او اتنين او تلاتة، ف I will take 1 انا هاخد واحدة، ويروح واخد واحدة ويقول له في الاخر ايه thank you او thank you so much، ويروح ماشي واخد التوث براش وماشي. فده طبعا الرول بلاي او المسرحية الصغيرة او التمثيلية الصغيرة اللي احنا ممكن نعملها علشان نعمل practice shopping او ان احنا نتدرب على عملية التسوق زي ما احنا قلنا من شوية. فمرة تانية الworker هيقول can I help you، الشوبر هيقول do you have any toothbrush or او I am looking for toothbrush. فالworker هيقول yes let me show you where to find toothbrush. شوبر هيقول له how much does it cost، كم ثمنها. فالworker هيقول له it costs 17 pounds زي مثلا ما مكتوب في الورقة هنا. فالشوبر هيقول له I will take one I will take two، العدد بتاع الجودز اللي هو عايزها I will take one مثلا، ويقول له في الاخر thank you so much thank you so much، شكرا لي جدا، وهياخد التوث براش وهيمشي. وبكده احنا عرفنا البيج هنا مطلوب مننا فيها ايه، وعرفنا الرول بلاي او المسرحية الصغيرة او التمثيلية الصغيرة اللي احنا المفروض نتدرب عليها بيبقى شكلها عامل ازاي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. نوصل لبيج 71 او صفحة 71، وطبعا بيج 70 او صفحة 70 هي صفحة فاضية. فبيج 71 عنوانها what did I buy، what did I buy يعني انا اشتريت ايه، انا اشتريت ايه في الصفحة اللي فاتت. طبعا احنا كنا اتفقنا ان انا هشتري التوث براش، ممكن حد تاني يشتري جود تانية من الجودز اللي موجودة في الصفحة، كل واحد ليه الحاجة اللي هيختارها. المهم ان احنا نبقى عارفين سعرها ايه واسمها ايه زي ما اتفقنا مع بعض، ونعمل الرول بلاي اللي احنا ضربنا عليها من شوية بشكل سليم. فهنا بيقول لك what ما او ماذا did I buy، انا اشتريت ايه، انا ماذا، ما الذي اشتريته، ما الذي اشتريته. فهنا بيقول لنا complete يعني اكمل. The sentences الجمل. Draw يعني ارسم. The notes الورقات you used التي استخدمتها. النوتس هنا اللي هي بترمز للورقات النقدية لعملات الفلوس اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الدرس بتاع النهاردة. زي ما قلنا في ورقة بجنيه او 1 pound، وفي ورقة 5 pounds او بخمسة جنيهات، وفي ورقة 10 pounds او بعشرة جنيهات، وفي ورقة كمان ب 20 pounds او بعشرين جنيه. دول اللي مطلوب مننا ان احنا نعرفهم دلوقتي. فهو بيقولك هنا draw ارسم the notes you used، العملات او الورقات النقدية اللي انت استخدمتها.
draw ارسم a picture صورة of you ليك انت using the item you bought using the item مستخدما الايتم او العنصر you bought اللي انت اشتريته. فانا مطلوب مننا ثلاث حاجات، ان احنا نعمل complete للsentences او للجمل، نكمل الجمل، نرسم الورقات النقدية او النوتس اللي احنا استخدمناها، نرسم كمان صورة لنفسينا واحنا بنستخدم الحاجة اللي احنا اشتريناها. فانا طبعا اول جملة هنكملها at the store، at the store في المتجر، I bought، I bought انا اشتريت a، فاحنا اشترينا toothbrush، I bought a toothbrush، I bought a toothbrush انا اشتريت فرشة اسنان، I bought a toothbrush. This item العنصر ده cost بيكلف 17 pounds، 17 pounds 17 جنيه، لان كان تمنها في الصفحة اللي فاتت 17 جنيه او 17 pounds. يبقى at the store I bought a toothbrush، this item costs 17 pounds. وطبعا I used انا استخدمت، هنرسم هنا النوتس او الورقات النقدية او العملات النقدية اللي احنا استخدمناها. زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن نكون استخدمنا الورقة بال 10 pounds او بال 10 جنيه، والورقة بال 5 pounds او بال 5 جنيه، وكمان ورقتين من عملة الجنيه او ال 1 pound الجنيه. فاحنا هنا رسمنا 10 pounds و 5 pounds وكمان 2 pounds كل ورقة منهم بجنيه. فانا I used العملات النقدية دي او النوتس دي، انا رسمت شكلها to buy the good لشراء البضاعة، the good البضاعة، to buy لشراء the good البضاعة. واخر حاجة مكتوبة هنا في السكوير الجرين ده او في السكوير الفريم بتاعه اخضر ده، this is a picture، this is a picture دي صورة، هذه هي صورة of me ليا using my new purchase، my new purchase، purchase يعني مشترياتي، new purchase يعني الحاجة المشتريات الجديدة اللي انا اشتريتها. يبقى this is a picture، هذه صورة of me ليا using my new purchase مستخدما المشتريات الجديدة بتاعتي. ونرسم هنا صورة لنفسينا واحنا بنغسل اسناننا بالفرشاة بتاعة الاسنان او with the new toothbrush اللي احنا اشتريناها من شوية. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.